شنقول لك بيطاله بزاف عندنا في المغرب. انا دابا عندنا واحد الحي سميتو الصناعي. هذا الحي الصناعي المشكل ديالو شنو هو؟ كتهز الالاف ديال الخدامه سدو وموالين هاد الشركات هادو ماشي مغاربه، ناس من تونس من برا كانوا دايرين شركات كانوا بسبب المغاربه ديالنا تيديروا لهم هذاك الضريبه بزاف سدوا شركاتهم ومشاو. يلا دابا معايا الحي الصناعي تلقى مسدود كامل من بعد كان هز الملايير ديال العيالات قدامين وديال الرجال. دابا خويا كلشي جالس راه القهاوي البيطاله ها الجوانات والله الا قتلونا بالجوانات. تا انا كنت منهم يلا سال يلا دابا وليت خدام واحد الخدمه في اكادير خدامين بثمن بسيط ومغربين على ولادنا على عائلاتنا مواتنا مرادين مي مريضه كلشي مريض والو ما كاينش اخي. الكرا غالي كلشي غالي مودو اقسم بالله العلي العظيم تنخلصوا في المودو. جاو عندنا قالوا لنا حق عندكم شهر زايد ديال الشهر قال لك كرش المكانه. تا بيني وبين المكانه انايا مخلص انايا حيدوا لي المكانه والله الا حيدوا لنا خويا اقسم بالله مشينا رجعنا ب 24000 ريال وغير تسلفناها خويا. دله هذا الرقم قليل بحكم ان حنا كنشوفوا الشوماج شحال ديال الشوماج كثار من هذا العدد اللي كيقولوه هما. مورا كيقول لك العدد اللي كيوهم المواطنين بحكم انا كنسكن في البريرك راه الشباب كامله وكثر وقل من الشباب دابا 19 عام 18 عام كلهم غير جالسين كاين لا خدمه لا ردمه. قرقوبي والسيليسيون هادشي اللي كاين في هاد البلاد من غير هادشي راه ما كاين والو. مليون هي اللي مفوهه هي اللي بخير عليها والشي الاخر كلشي راه واكل لاصه. المقارنه بشوفه عاديه راه تيبان قليل بزاف نورمالمون غادي يكون اكثر على حساب شوف عادي وعلى حساب مقاييس واحده اخرى والدراسات الله اعلم. ما عنديش شي فكره وهادشي اللي كاين. ما كيبان لك الشباب خدامين وما خدامينش؟ وتيبان لي الاكثريه ما خدامش وكاين واحد الكاتيجوري خدامه خلاص وكاين واحد الكاتيجوري الاكثريه ما خدامش. لا قليل واقيلا حتى تقريبا كيبان لي النص جالس ماشي تقريبا النص ديال البشر جالس كيدور ما فيما درتي كتقابلنا المجالس ما خدام ما والو ما كاين لا خدام لا خدمه ما كاين. لا لا راه قليله راه كثر اللي ما خدامش في هذا المغرب هذا اللي خدامي العقل ديالهم ينصابه فهمتيني اللي تنصاب شي حاجه ديال شي حاجه ماشي حتى ليه فهمتيني شي حاجه يعني شنقول لك ماشي عدليه وقانونيه. الاغلبيه اللي خدامين بطريقه غير قانونيه اخي راه بصراحه تنهضر معكم بصراحه طريقه غير قانونيه. مثلا دابا انايا غابا سنتر يعني دفعت ليها تقريبا المجازات كلهم دافع عليهم شكون اللي عقل عليك راه بالنمره بالايمايل يعني بشحال من حاجه حنا تنتسناو ما دورونا ما والو. ها هو السي في ها ياك دابا جبتوا لنا الخدمه وهذه ها السي في ديالي ها السي في ديالي هبط المارينا باش ندفع شتي لوحك عند شي ها هو السي في ديالي ها هو السي في ديالي وانا بغيت باش ندفع شتي لوحك عند شي. كاين اخي كثر اللي عاطل منهم انايا فهمتيني. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.